بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله لا نبي بعده. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan sama-sama latihan membaca Al-Quran di surah Asy-Syu'ara mulai ayat 160 sampai selesai nanti. Jadi 4 halaman seperti biasa, sekali pertemuan 4 halaman ya. Nah, ini sampai menjelang Ramadan nanti. Semoga ini bisa khatam sebelum Ramadan. Nanti Ramadan kita baca sehari satu juz ya, seperti biasa. Tapi untuk hari ini kita akan membacanya di halaman 374, tepatnya masih di juz 19. Dan seperti biasa bagi jemaah semua yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, yang ada semua masalah tentang tajwid yang berada di dalam Al-Quran, nanti bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Ini PDF ini akan kita kirimkan ke jamaah masing-masing agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Ini kita bagi dengan gratis, tinggal WA saja. Oke. Sekarang mari sama-sama kita latihan membaca Al-Quran. Kita awali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من
من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت
من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Nah, alhamdulillah, ini sudah selesai untuk surah Asy-Syu'ara, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke surah An-Naml, ya. Kita lanjutkan ke surah An-Naml. Ini mari sama-sama kita simak surah An-Naml dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدقون
يصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر صدق الله العلي العظيم.